الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا وتوقيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من أرسله الله هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله وقاه ومن كل ما أهمه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد، أيها المسلمون، لقد بعث الله كل نبي بمعجزة وآية لقومه، وأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة وأبلغ آية، فهي باقية إلى قيام الساعة، إنه القرآن الكريم، كلام الله عز وجل المنزل المحفوظ، تبيان لكل شيء، يهدي للتي هي أقوم، فهو الكتاب المحكم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما وعظ الواعظون بمثله، ولا أصاب الحاكمون بدونه، ولا استدل العالمون إلا بنوره. سماه الله تعالى موعظة فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظ به ويذكر استجابة لنداء ربه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال ابن كثير رحمه الله: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. أيها المسلمون، إن العمل بالموعظة خير وثبات وأجر وهداية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلنتفيأ ظلال هذه السورة إحياء للسنة والتماسا للهداية ووعظا لقلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. في أمر مريج أي مختلط وملتبس، وهو حال كل من ابتعد عن هدي القرآن وكذب بالحق وابتغى هديا غير هدي الله، فهو متخبط في آرائه ومواقفه، متحير في حياته وتصرفاته،
يتبع الهوى وتتعارض عنده المفاهيم والقيم. ثم وجه الله تعالى إلى التفكر والنظر في صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهل غير الله يأتي بمثله؟ تعالى الله، بل هل يمكن أن تقوم المخلوقات بنفسها؟ إن هذا لبرهان عظيم على قدرة الله تعالى وأنه الإله الحق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. تعالى الله، إن الذي خلق وأنشأ المخلوقات من العدم ولم يعي بخلقهن قادر على إعادتها سبحانه. ثم يبين الله تعالى ما يكون عند البعث والنشور، وهو الخلق الثاني، خلق البعث والإعادة، ويقدم لذلك بتذكير لخلق الله للإنسان، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم وسوسة الصدور ومكنون القلوب، فكيف بالقول والعمل مهما خفي؟ فكل ذلك مرصود ومسطور، فليأخذ المسلم أهبته وليعد للموقف عدته، فمن عمل مثقال ذرة من خير أو شر وجده ورآه أمامه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولكن لا مفر ولا مهرب ولا محيد من الموت، فهو مصير كل حي، ولن يفلت من هذا المصير، ولن يفلت من هذا المصير مسلم ولا كافر. ومع شدته وكربته، فإنما بعده أشد وأفظع من أحوال القبر والبرزخ، ثم البعث والنشور، والحساب بعد النفخ في الصور. فيقول الله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيقال له: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ففي هذا الموقف العصيب تنشر الصحف، ويبصر الناس منازلهم في الجنة أو في النار. عندها يختصم أهل النار ويتحاجون، كما ذكر الله ذلك في مواضع عدة من كتابه. وهنا قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأما الجنة وأهلها، جعلنا الله وإياكم منهم، فإنها تقرب للمؤمنين إكراما لهم، فأرخ سمعك لأوصاف أهلها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام،
ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي عطف بياني عجيب يعود آخر السورة على جميع ما سبق بتوكيد للقضايا السابقة من البعث والخلق ومصير الخلائق وهلاك القرون السالفة وأحوال القيامة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وفيه إشارة إلى أن الصلاة وذكر الله تعالى من وسائل الصبر والثبات. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المسلمون أشكروا الله تعالى على ما من به عليكم من الغيث والأمطار واسألوا الله البركة فيه وأن يعم ديار الإسلام به. فليس القحط أن لا تمطروا بل القحط أن تمطروا فلا يبارك لكم فيه. فالزموا أسباب البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاللهم لك الحمد على ما أوليتنا من نعمك الجزيلة وآلائك الجليلة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت به الزرع وأدر به الضرع وأغزر به لنا الماء. اللهم اجعلها سقيا رحمة وزدنا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وعم بفضلك جميع ديار الإسلام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وصوب آراءهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد.
اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم تبلغه آمالنا من الخيرات فبلغنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.